أكرم حسني الكوميدي الموهوب اللي حبيناه بشخصية سيد أبو حفيظة اللي قدمها لسنين، راجع السنة دي بعد غياب سنة عن الأعمال الرمضانية. أكرم راجع السنة دي بقوة بمسلسل جديد كوميدي اسمه مكتوب عليا. إيه القصة والتفاصيل وحتقدروا تشوفوه على قنوات إيه؟ تابعونا. النجم أكرم حسني بيرجع لدراما رمضان السنة دي بعد غيابه السنة اللي فاتت، وهيقدم مسلسل مكتوب عليا اللي بينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية اللي اعتاد أكرم على تقديمها سواء في الدراما أو التلفزيون أو البرامج، وبيراهن أكرم على الكوميديا اللي لا تخلو من الفانتازيا في مسلسله الجديد. المسلسل من بطولة أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغالي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدي، وحنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وفيدرا. والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة كي ميديا للمنتج كريم أبو زكري. بتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حوالين جلال الشاب المطحون اللي بيصحى من النوم وبيكتشف كتابات غريبة على إيده بتوصف أحداث يومه، فبيبتدي في اكتشاف أمور خطيرة وأسرار ما كانش يعرفها، وبيستغله رجل أعمال كبير وبيتورط جلال في أمور ما كانش متخيل إنه ممكن يتورط فيها، وبيتكرر ده كل يوم وبتتشقلب حياة جلال. المسلسل هيتعرض حصري على دي أم سي ودي أم سي دراما ومنصة واتش إت، وبيسجل المسلسل التعاون الثاني بين أكرم حسني والمخرج خالد الحلفاوي وكمان المنتج كريم أبو زكري بعد ما قدموا مسلسل الوصية في شهر رمضان 2018 واللي حقق نجاح كبير. بتشارك المطربة هلا رشدي كممثلة لأول مرة في مكتوب عليا، وبتجسد خلال الأحداث شخصية أخت أكرم حسني، وحرصت هلا على الحصول على ورش تمثيل قبل ما تبتدي التمثيل. بيغني تتر مسلسل مكتوب عليا أبطال المسلسل، والأغنية من كلمات أكرم حسني وألحان بلال سرور وتوزيع وماكس وماستر توما. أكرم حسني دايماً بيشارك في سباق رمضان خصوصاً في آخر سنين، وكان من أنجح أعماله في رمضان مسلسل الوصية، وكان بيشاركه البطولة الفنان أحمد أمين اللي بيتميز بخفة دمه وبموهبته الغير عادية، وهو صديق قريب من أكرم حسني على المستوى الشخصي، وحقق الوصية نجاح كبير ومشاهدات عالية. النجم أكرم حسني طرح أغنية جديدة بعنوان ست وأنا من المسلسل كدعاية ليه، وحققت نسب مشاهدة كبيرة. آخر مشاركات أكرم في رمضان كان من سنتين تقريباً، كان مسلسل تيمون وبومبا مع النجم أحمد فهمي، بس للأسف المسلسل محققش نسب مشاهدة عالية، وتهاجم فهمي وأكرم وتعرضوا لانتقادات كبيرة ومشاركوش في أي عمل في رمضان السنة اللي فاتت، عشان ياخد أكرم الخطوة ويبدأ ببطولة مسلسل لوحده السنة دي وبتحدي وبينافس في رمضان 2022.